على المستوى المدني والمستوى الذهني، لانه صعيب. احنا يلا كنا في اكادير، طلعنا خبشينا الخريبكا، عاودنا رجعنا لاكادير، عاودنا طلعنا في لو فان فون ديال ليونور ديال تطوان، غنرجعوا نمشيو لمراكش، من بعد مراكش نرجعوا للدار البيضاء، نعاود نرجعوا ثاني لمراكش باش نلعبوا. صعيب. شوف عاد انت ما غدير لا ايفور فيزيك لا حتى حاجه، سير سافر لتطوان وجي، ما دير لا ايفور، ما تلعب لا ضد تطوان لا والو، سير تقدم مع راسك وبخير وعلى خير ورجع، شوف كي كتجي وكي كيدوز عليك ديك اليومين جوست ابخي، وما بيك لو ستريس اللي كيتعب ديال الماتش والماتش في حد ذاته. دونك غادي يكون تعب. الحاجه الوحيده اللي نقول كازمو هو لي سيرتيفيكات ريزيدونس كناخذهم بياج، الرجاء اليمن كتاخذهم بياج، لان احنا ساكنين في لوطوروت. يمكن نزيدوا حاجه اخرى، تعرف داك الرافيتايمون ديال 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 السيكليزم، ملي كيكونوا سيكليزم كيتسناهم كيعطيوهم هذاك الرافيتايمون، غادي يبداو واقيلا مسؤولين المحبين تلقاونا حنا دايزين وعطيونا باش غاديين، ما عندناش وقت.